وفقا لتقارير صحفية مصرية، هل تفاوض النادي الأهلي معك بداية هذا أو قبل بداية هذا الموسم للتواجد على رأس الجهاز الفني للفريق؟ مارسيل كولر هو مدرب عظيم، وهو كان مدربا رائعا في ألمانيا، وكان يلعب في ألمانيا وحصد المزيد من البطولات المحلية هنالك. هو مدرب عظيم، أتمنى أنه يجد الحل التكتيكي المناسب لهذا اللقاء ويفوز ويحصد لقب الأفريقي لهذا العام. أنا أتمنى أن الأهلي سوف يحصد هذه البطولة هذا العام. بالتأكيد مارسيل كولر يقدم أداء رائع جدا مع النادي الأهلي. طب بتحدث عن مفاوضات حصلت بينك وبين النادي الأهلي سابقا، هل الأهلي حاول أن يضمك للجهاز الفني للنادي الأهلي أو أن تكون على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي في وقت من الأوقات؟ الأهلي تواصل معي عدة وبضعة مرات قبل ذلك، وتحدث مع وكيلي، ولكن في هذا التوقيت الذي تواصل معي فيه ومع وكيلي لم أكن جاهزا، ولكن قلت أن في المستقبل سوف أكون مدربا فنيا للنادي الأهلي في المستقبل. وقتها رفضت النادي الأهلي لأسباب متعلقة أنك كنت تدرب أحد الفرق الأخرى، ولا كان لأسباب تعاقدية ومادية؟ نعم، لا أتذكر تحديدا، ولكن أتذكر ذلك أنه أحد هذه الأوقات تواصل معي ومع وكيلي شخص ما بخصوص النادي الأهلي. في ذلك الوقت أنا كنت مع دينامو زغرب، ولم أكن بإمكاني أن أنتقل للأهلي، لم يكن ممكنا في هذا التوقيت تحديدا، ولكن في المستقبل أتمنى أن يكون انتقالي للأهلي كمدرب في المستقبل. كيف تكون مدربا جديدا كما أيضا هنالك مدربا لبيراميدز في العام المنصرم؟ كنت في ذلك التوقيت ألعب وأدرب نادي دينامو زغرب، وكنت أشارك في دوري أبطال أوروبا. أيضا قمت بتدريب حسين الشحات، وكان لدي وقتا رائعا كمدربا فنيا ومديرا فنيا للعين الإماراتي. كما قلت لك، ممكن في المستقبل أن أكون مدربا للنادي الأهلي. أنا أرحب بذلك، ولكن خلال حديثي معك في هذا البرنامج أعلم جيدا أن هنالك فرصة في المستقبل كي أدرب النادي الأهلي.